نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اللطيفتان الأخوات سحر ومريم الناصر. هلا وسهلا فيكم. يا هلا وسهلا. هلا والله. كيف التوتر مريم؟ ماشي صح. فضحتك من أمس عاد سحر في كل مكان، قالت أول لقاء المريم، مريم متوترة، كيف تحسين الحين؟ إيه صح، فضحتني، بس لا الحمد لله مرتاحة ومبسوطة أني طلعت معاك صراحة وعلى شاشة الـ MBC. احنا اسعد. طيب مين اللي بدات فيكم على السوشيال ميديا؟ انا. ايش كان اول فيديو لك؟ ما ودي حتى اتذكره. كان فيديو بسيط، صحباتي احنا قاعدين نسوي فوتوشوت، فكان يعني فيديو مره بسيط، الميك اب ارتست صاحبتي والهير ستايلست كمان صاحبتي والديزاينر، فكان فيديو بسيط بيننا احنا البنات. طيب الحين انت موجود انتوا الاثنين بتصورون حياتكم طلعاتكم، كيف مأثرة الشهرة عليكم؟ صراحة مرة مأثرة بشكل إيجابي علي أنا شخصيا، يعني غيرت شخصيتي، اكتشفت هوايتي منها وصرت اجتماعية، صرت أخذ وأعطي مع الناس، كيف أتعامل مع الناس. سحر؟ أنا صراحة برضو مأثر علي بشكل إيجابي الحمد لله، يعني أنا مرة عندي ولاء وانتماء لناسي، يعني ما أحب أنقطع عنهم، أحب دائما أكون معاهم على تواصل. طيب أنت سحر فاشن ديزاينر؟ أي نعم. أحكي لنا شوية عن مجالك. أنا بدأت نهاية 2020، دخلت فتحت لي محل في أويسس، وكمان كنت ألبس منظمين. المنظمين أويسس تقريبا حوالي 200 منظم. كنت أنا مجالي يونيفورم أوتفيتس، فيعني الحمد لله يعني كان أصداء حلوة وعالية. حلو، خلاص احنا عارفين انت ايش مجالك. مريم لو تركتي السوشيال ميديا ايش بتكونين؟ ما احس اني بترك ابدا ابدا. ها ولا سبب تتركين السوشيال ميديا؟ ولا سبب، يعني حتى لو صار انك تزوجتي مثلا ارتبطتي وشريك الحياه قال لك ما نبغى السوشيال ميديا؟ لا. لا شريك الحياه ان شاء الله راح يكون راضي اكيد. طيب تختارين رجل من السوشيال ميديا معك نفس المجال؟ ما اتوقع. لا. ليش؟ لان احس خلاص واحد كفايه بالبيت، يكون هو مجال ثاني، يصير حماس أكثر. مو ممكن عشان إنه ما يكون عندكم خصوصية أو هالأشياء، بالذات إن إحنا اليوم جالسين نشوف الكابلز يعني حياتهم كلها معروضة على السوشيال ميديا. إيه أكيد طبعًا هم الكابلز حرين بحياتهم، بس أنا لأن من طلعت السوشيال ميديا مرة منغلقة، يعني مع نفسي ما لي مجال في السوشيال ميديا كثير غير يعني أهلي وصحباتي، فأحس صعبة، خصوصيتي مرة تهمني. حياتي الخاصة يعني أنا أقدسها صراحة. حلو، أنتوا مرة الحين رسميين. فأنا بقلبكم شوي على بعض. سحر إيش أكثر شيء ما تحبينه في مريم؟ عدو أغلقي. لا والله ما في شيء صراحة. أقول عدي وأغلطي. قولي لنا واحدة. ايش اكثر لما يمكن نختلف في شيء يصير كل واحد تبغى تكون هي اخر واحده تتكلم. حركات خوات. اي يعني تبغى تثبت رايها هي في الاخير. اي اوكي. ومريم غير ان سحر تبكي طول الوقت. برضو هنا مخربين سمعتي. بس متعود على الصراحه في كل شيء، سواء حزن فرح دائماً. طب ما قلتين لي ايش اكثر شيء؟ عصبيه للاسف. عصبيه وتبكي. ليه غيركم تضحك؟ تخيلي. طب ايش الاشياء اللي تشوفونها مميزه في بعض؟ علاقتنا الحمد لله، يعني غير ان اخوات احنا بيست فريندز كمان، ومجتمعنا واحد ونفس الصحبات ونفس الطلعات، فهذا احس اللي الحمد لله مميز علاقتنا وكيف متفاهمين مع بعض. عندكم صداقات كثير في السوشيال ميديا؟ لا ابدا. ليش؟ يعني في معارف بس اني ما دخلت فيهم كثير. ايش السبب؟ ما صدقت. ما في سبب معين، لان يمكن انا مجتمعي غير، ما في أحد مشهور فيه أبداً ولا له دخل في مجالي، فتعودت معاهم، أنا الوحيدة اللي كذا طالعة بينهم.
ما تعتقدين انه يعني مثلا في اضرار من صداقات السوشيال ميديا؟ لا ابدا، لا انا معارفي كلها سطحيه. حلو. طيب انت ما عندكم اشياء جديده تفكرون فيها، بس ايش في عندكم مواهب للان ما اظهرتوها في السوشيال ميديا؟ مواهب ما اظهرناها؟ مواهب يعني غير الغنى اكيد. اي معروف الغنى، انا راح اغني، احب الغنى الصراحه. مواهب ما ادري، احس ممكن تمثيل، انا احب التمثيل. طب اعطينا مشهد ورينا، خلينا نختبر الآن، نختبر مواهبك الآن. عصبي على مريم أو أي شيء مع مريم. مشهد عبارة عن بكاء مثلا، عادي هذه تمشي معي. لا أوكي، أنت ودك الحقك. لا صعبة صراحة. نكتشف مواهبك اليوم. أعطيك دراما. أنت دراما، أنا مكتبة دراما. أنا دراما. حوشي هابكي يعني أي شيء. دراما. قصتي جدا. أي أعطيني مقطع، أعطيك مشهد الآن. الآن يا خاف أهمشك، خاف أهمشك بالغلط. ما لا عادي هوش، أنا سمحت لك، انطلقي. والله ما لا يحضرني شيء الآن صراحة، بس إن شاء الله في الحلقات الجاية أبد أبشري، وأكون مجهزة سكريبت كامل. الحلقات الجاية الحين هذا اختبار للمواهب، عشان إذا عندك موهبة صدق المخرجين يشوفونك ويأخذونك كذا. خلاص مو مشكلة. الحين خلينا نرجع للسوشيال ميديا، كل الناس بتجيها انتقادات سلبية، برغم أنكم أنتم أشخاص محبوبين جدا على السوشيال ميديا، لكن الناس اللي بتنتقدكم أو بتعلق تعليقات سلبية كيف تتعاملون معها؟ ما أتعامل معها الصراحة أبداً، يعني أخذها بشكل إيجابي. بالعكس، ممكن كومنت سلبي يأثر علي يخليني أشوف شيء أنا ما كنت أشوفه. أوكي، بس ما تردين ولا تتأثرين ولا شيء؟ لا أبداً، لا أبداً ما أرد. سحر نهائي. أنا أحياناً يعني تفلت معاها، أحياناً تفلت معاي، بس بالعادة صراحة يعني الكومنت السيئة عندي يعني وأنا تنعد على الأصابع صراحة. فأحس ما أرد عليهم كثير أحيان، بس أحيان تفلت معي. طيب إيش النصائح اللي توجهونها للأشخاص اللي بيدخلون في السوشيال ميديا، أو الأشخاص اللي متواجدين في السوشيال ميديا بس مش بالطريقة الصحيحة؟ أنا حافظة على خصوصيتهم، هذا أهم شيء. وكمان ما يتأثرون بالكلام السلبي نهائي، بالعكس يشوفون كل إيجابي في السوشيال ميديا ويأخذونه، لأن السوشيال ميديا حقيقة باب إيجابي ويغير حياتك بشكل جذري ويحقق أحلام كثيرة منك. فاللي بيدخل فيه لازم يشتغله بشكل صح ويشتغل على نفسه صح، ويعرف كيف يكسب محبة الناس لأنها أهم شيء. سحر والله ما أزيد على كلامها شيء، ولكن صدق يعني محبة الناس نعمة. شكرا لوجودكم اليوم معايا سحر ومريم، إذا تبغوا تقولون كلمة أخيرة. أنا مرة مبسوطة أني طلعت أول مرة لقاء ومعاك أنت صراحة. يا حبيبتي أنا مبسوطة، خليت اللقاء لطيف. نورتونا، والله يوفقكم وين ما تكونوا، في أمان الله. يا رب، مع السلامة.